بلشت معه بعد افلامه على اساس عم تذكرني انه في عيد اضحى ولازم نجيب اضحيه لحالي ما بعرف انا. بس لا هالمره ما رح خلي البشي كرمت علي منوب منوب رح انزل هلا مجرد ما تفتح تمها بدك تقلي اعطيني مصاري رايح اسف كف على تمها رضا سنين على الارض مثل المنشار الساعه الطلعه بدها مصاري وعن نزل بدها مصاري. لا هالعيد ما رح اسمح لبشي كرمت علي منوب مستحيل مستحيل رح اخذ موقف. هلا صارت نهله خانم بدها تجيب خروف وتضحيه من قيمه والشمس بترقعنا من يوم يوم مقمله ومخمخمه وطالعه ريحتها لك القبله ببيتها من وين ما بتعرف. هلا صارت بدها تجيب الضحيه بس انا بعرف بدها تجيب تغيظني بس انا بفرجيكي يا انا يا انت يا ام 44 طولي بالك. صباح الخير ام عبده. قولك انا 100 مره قلت لك قبل ما تدخل علي اسعوه العطوس ضرب عمل اي صوت مو طلع صوت دخل فلشتي وين اللي طردت ولك شبك شبك ليش انا ايش حكيت ولا ايش عملت؟ دخلت عليكي بالار بي جي ولا بالمدرعات حتى ترقصي كلام نازي ما انت ما سالتني بشو كنت سارحه وشو كنت عم تفكر. يا صبر ايوب وبشو كنت سارحه بالله؟ من هالخبر اللي سمعته الصبح نزع صباحي وعكر مزاجي كله عملته بربي على النهار. بدك تحكي ولا لا خلصينا بقاش هالخبر ولا لحظه ليه عم تشرخي وبتسني سكاكين انت؟ طول بالك. هلا بالنسبه للخبر هذه يا سيدي كان في وحده فائت من الصبح ردت تفتح على هالمطبخ وبلشت طالع على السكاكين وبلشت تسنهم وتسنهم لحتى صاروا يبرقوا برق مشان ياخذوهم يستعملوهم للاضاحي. ان شاء الله كل سنه وانت سالم ابو عبيده. قام جوزي ايش عمل دخلك؟ نزل من غرفته لعندها على المطبخ وبلش يعيط عليها على ما معي مصاري على منين بدي اجيب لك على عطاله بتاخذي مني وعلى النازله بتاخذي مني ومن هالكلام هاد. قام هي ايش عملت؟ عصبت كثير ما عاد تحمل النوب مسكتها خل سكاكين ونزلت تضرب فيه ونزلت تضرب فيه سلخت جلده على عظمه واصبح الجثه تبعيته التعرف عليها صعب كثير كثير كثير. سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم. ايه والله بقى هي هي القصه. ايش رايك انت ابو بدر؟ بدك تجيب ضحيه ولا ما معك مصاري؟ بصراحه ولك شو بدك تجيب ضحية ولا لا؟ بدنا نضحي بضحية بدنا نضحي براوي شلون ما نضحي عادي نضحي احنا ما نضحي ما بصير. ايوه انا قلت لحالي اصلا قلت لحالي ابو عبادة اكيد بده يضحي اكيد بده يضحي وما راح يبخل علينا مثل كل سنة مزبوط؟ معناها ابو عبادة انا رايح على شغلي تأخرت انه ماشي يلا بخاطرك بخاطرك. الله معك مهونة مهونة يا حلو. ما تنسى الاضحية عشان ما تصير خبر عاجل. قولي قولي على مصيبة منين اجتني انا هي؟ منين يدبر الحق الاضحية؟ لك هي معبدة مجنونة طيقيني في وزادها والله تضحيني على العيد. لازم افكر بطريقة اما فيها مصاري للاضحية. منين بدي اجيب؟ منين بدي اجيب؟ يلا يا شباب كبسوا وشيروا كبسوا وشيروا يلا شدوا شدوا لنا صلاة 5000 شدوا 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 لحتى افتح قدامكم قنينة مي زمزم يلا 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 افتحها قدامكم افتحها مي زمزم ها مي زمزم. في تعليق من احمد عم بقول من وين اجتك مي زمزم يا ريت تدعيلي تكرم عيونك يا احمد هي جبتي من الحجاج جابوا لي اياها معهم خاص نفس لي. يا جماعة طعمة مي زمزم انتو ما بتعرفوا عن جد طعمتها كتير 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 طيبة. في تعليق من يوسف عبول ايش هالخلطة هي؟ لسه الحجاج ما حجوا شلون اجوا جابوا لك مي زمزم؟ وهي احلى بلوك وهي احلى بلوك مشان تعرف تخفف دم تاني مرة. ها 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 اليوم موضوعنا يا جماعة عن الام. فعلا يا جماعة الام هي حس البيت هي لمسة الحنان في البيت. وليك يا بني ادم وينك؟ عبالة بيتمنى عليك انا وينك؟ ها طلع حس البيت ولك وينك؟ لك ليه ما عم بترد؟ انا مو عم بندهلك وهي لمسة الحنان في البيت امي طالع بس مباشر انه طالع لايف ليش اخذ قنينة المي ومعبيها من الحنفية وعم تشرب منها؟ لك ما بتعرف هي مي ملوثة والله بتنغص منها وبتصير بتقول لي اخ قلبي اخ معدتي ما بعرف شو
طلعت مية حنفية وعم تقلنا مية زمزم. تحتي مية تحتي فضحتينا قدام الناس. طبعا يا جماعة بعد ما فاتت لمسة الحنان وحس البيت صار لازم نسكر لايف. شوفكم بلايف جديد وموضوع جديد بس اكيد ما راح يكون عن الام. تصبحوا على خير. عجبك امي؟ هي فضحتيني قدام متابعيني. متابعينك؟ انا متابعينك بتحكي عليهم؟ ليش انت في عندك اكثر من 6-7 متابعين؟ نحن عيلتنا لحالنا 4 وعندك 4 بالزور تقبلوك. شكرا امي، شكرا. ام عبادة اللي طحن وعجن الخواطر. ايش بدك الله امي؟ كيس الزبالة تحت عم يستناك. زين كبه بسرعة بسرعة. وإذا قلت لك لا؟ بسيطة. بخلي هادي تفاهم معك. لانه انتو بتفهموا على بعض من نفس الصنف. لانه بغيرك بنزل فورا، بنزل بكرامتي مباشرة بكب الزبالة فورا. ايوه وبسرعة. انا ايش كنت بدي اعمل؟ ايه بدي اروح اتصل مكالمة فيديو على نهلة خانم وام تحسين واغيظهم شوي انه نحن بدنا نجيب خروف ونضحيه على العيد لانه هن المساكين ما راح يضحوا هذا العيد. والله يطقوا من قهرهم. انا ايش اعمل بحالي؟ ابليلا ما رضي يدينني وابرضها كسر ايده وشحد عليها وامي اي شيء بخص عبادة ما بترضى فيه. لحظة انا ليش عم بزل حالي لهاد ولهاد وبس بدي ادبر مصاري؟ ام عبادة عندها خزائن قارون من الذهب. اذا رحت اشتري شيء اسوارة من اسواراتها وبعته ايش راح يصير يعني؟ ما بصير شيء. بس لا 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 اذا بتحس علي والله طحاني بتحية اليوم. هي فيوزاتها طايقين والله بتعملها بتعملها. ايه شبك ام عبادة لا تشتوش، هي اسوارة راح تجيبها وتجي وتبيعها وتجيب خروف ولا من شاف ولا من دري. بس هي هي. الله وكيلكم الله وكيلكم وماركم على يمين. ابو عبادة حلف علي 100 يمين ومية الا بده يجيب خروف يضحي لك. وانا اقول له لك لا يا رجال لك ما بصير، لك في ناس ما معها مصاري تضحي، ما بصير حرام. هو راسه 100 سيف اللي بده يضحي مصر. طيب ايش اعمل معه؟ ما بقدر بعمل معه شيء انا المشكله يعني بتعرفوا انتو. وينك ام عبادة؟ ام عبادة؟ ها ها ابن الحلال عن ذكره بيبان. اجا شو يا عمري؟ قل لي بدك شي مني يا روحي. مع مين عم تحكي انتي؟ شو؟ شو يا قلبي؟ عم بتقلي انك بتحبني؟ ليك وانا بموت فيك كمان. الله يخلي لي اياك يا رب وتجيب لي وتضحي. الله يثبت علينا العقل والدين. بس ناقصني انا؟ الله اكبر. الحمد لله ام عبادة مرتهية بالمكالمة لحتى نقي على كيفي. انا وحدي اخذ، يلا راح اخذ هاي. خرباني خرباني. يلا حبيباتي عن اذنكم بدي اقوم جهز ليست التوزيع الاضحية. بدي اشوف لمين بدي اشوف. حبيبتي انا اصلا ما خليت جوزي يضحي لاني بقرف من الريحة، وبعدين الاضحية ما يفرض. روحي ام عبادة ان شاء الله ما بتشربي خازوق مثل كلمتها. ديري بالك. ايش قصدك ولك التحسين؟ ايش قصدك؟ لا يا ما قصدي شيء ما قصدي شيء، انت فهمتيني غلط. لك بتعرفوا شو؟ والله الحق مو عليكم، الحق علي انا. عم بضيع وقتي مع ناس شراشيح. شو؟ منكم. نحن شراشيح يا اخمي. هي فصلت بيوت شقب ما تردح لي. ينزع مرائكم نزعت مرائي. ايش بدي اعمل هلا انا؟ ايه خدوج خدوج الساعه بتخم نوم. انا بفرجيكي خدوج خليك عم تفسي نوم الساعه. انا بهالبيت اذا ما استعملت القوه تبعيتي ما بصير اصلا. يا لطيف ايش في؟ ايش صاير؟ شوفي وليك معك 30 ثانيه مو 40 30 لحتى تقومي وتغسلي وجهك وتلحقيني على الصالون بسرعه. بدنا نجهز ليستة الاضحيه بسرعه. يلا ما عم تنسى. يلا جاي امي جاي. يلا جاي جاي حقيني بسرعه. راحت. رجعتي نمتي؟ انا بورجيكي بقى يا حشره. جيت 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 جيت. Thank you.
الله أكبر الله أكبر. وهيك صار معنا حق الخروف وعيدية وزيادة كمان. خلينا نروح لحق الخروف وبعدها صار له ساعة بستناني هيك. امي سجلتي ام ربيع وام فخري وام تحسين تفضحك والله ايه وام رضا المضى استهلكني براس الحارة بعد ده بسبع بنايات هي ام عدي ام عدي ببناية اللي جنبها. هلا صحيح هدول كل سنة تضحوا عجل بس اذا اخذنا لهم حصة من عنا بتصير كويسة كمان. شبكي امي لا تطلعي فيني ولا شي ولا شي سلامتك. بالله سؤال بالله انا لو مخلفة جوز حمير ولا مخلفة جوز كليب مو احسن من هيك؟ على القضية بستفيد منه يا بعتر عليهم يا بحسوني مو بالله. ليش ايش عملت انا؟ عم تنقليني اسماء من سابع حارة ما لي علاقة فيهم. لا ومضحين عجل بحاله واذا لقيه كمان وبدك تاخدي لهم حصص من عنا على اساس نحن مضحين 15 خروف ورح بدك تفرجيني انتي. قومي نلعي بخلطي وليك قومي نلعي قايمه قايمه مضروبة على قلبي قايمه تضربي بهالشكل. طلع بابا خود هاد هذا منيح كثير. لا 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 شوف هذا شوف هذاك مربله بكثير وبطع منه لحم اكثر بس هذاك حقه هذيك الحسبه. ها لكسكو في سيوله خير الله دبرت مصاري. والله انا شاكك بامرك. لا انت خد بربر ولا خد تحكي. لا لا خذوا خذوا خلص توكل على الله خذوا توكل على الله. خيو بدنا هذا الخروف حط لنا اياه على الميزان خلينا نشوف. يلا ما شاء الله. عبادة خليه جنب الخروف تليفوني عبرن وقت ما احكي واجي خليه جنبه. ها يروح خلاص انا جنبه لا تاكلهم انا جنبه. خليني اصور اخواني في ستوري وانزل على انستغرام. ماشي عبادة ماشي انا بعتك موقعه عشان تجي تشتري الخروف انت كمان. ماشي يلا سلام سلام. والله بده يجي واخد واحد. عبادة لك وين الخروف؟ مو ما انت بتوقف جنبه؟ ما بعرف مو تركته انت هون؟ الله يوفقك خراب الخروف دفعنا حقه هذيك الحسبة. دور عليه دور لك دور وين راح الخروف؟ وين راح؟ وين راح الخروف؟ كتبنا عليه الاسم ودفعنا حقه. لك والله تأخروا هدول راح يخلص النهار وين والله الله. معقول المحل اللي بيع الخواريف بعيد يعني؟ طيب بما اني بيركة وبيركة خليني استغل الهدوء واقوم اخبي ذهباتي بغير محل لانه محل مخبيته فيه العيلة كلها صارت تعرف. يلا لسه حيتطن بمكان الكل بيعرفه. خليني اغير المحل تبعه. وين؟ وين؟ سرقتي يا عبادة سرقتي يا عبادة خرب بيتك يا عبادة. الله لا يوفقك يا عبادة الله لا يوفقك روحت لنا الخروف الله لا يوفقك. ما رأيته ما رأيته ما رأيته الله لا يوفقك. ايش بدي اعمل مع عم بخلق انا عم تستنى الخروف الله يخرب بيتك من حالك. كيف شو نعمل بابا قدر الله ما شاء فعل ضاع يعني ضاع. قدر الله ما شاء فعل والله اطلع بروحك تعمل لك. تعال تعال رويتا تعال جيت جيت
يلا جيت روح جيت تعال ما يعدمني يا بس تعال وينكم عبدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلم فيكم ولا عظمي. ليش لهالله؟ طيب أمي أنا كرمال قصوت المشهد شو متعب نفسيتي أنا طالع لهم تصبحوا على خير. أنت روح وأنت خليك عندي هون. قولي لأشوف وين سنارة الذهب لأخذتها من الصندوق تبعي؟ أنا سنارة ذهب أنا مالي خبر بشي منو مالي خبر بشي. إيه لك أنا راح أضطر أقدم فيك بلاغ للشرطة وأدلهم على محل الذهب. يلي انت من غبائك ما بتتعامل غير معه. نشويك كنت بحكي معه على التليفون واكد لي انه انت من 3 ساعات كنت عنده وبعته الاسوارة يا حقير. اخيرا ما بدا والله ما عدت راح اقسم بالله العظيم غصب عني اخذت انا مشان اشتري لك خروف مشان اجيب لك الخروف وانت ساعتيني. ايه وين الخروف؟ هرب وضاع. الهي يضيع بين الجسس وما نلاقيك والله لا فيش كل قهر السنين فيك والله. تعال هون طولي بالك بس وين بدك تروح؟ بس طولي بالك شوي طولي بالك. جرايد 40 حمار ضحية ومرأة قتلت جوزها. أخبار اليوم جرايد 40 حمار ضحية ومرأة قتلت جوزها. وش الأخبار الغريبة هاي؟ جد حقها جريدة؟ 100 40 حمار ضحية ومرأة قتلت جوزها. أخبار اليوم جرايد صار 41 حمار ومرأة قتلت جوزها. جرايد 41 حمار ضحية ومرأة قتلت جوزها. 41 والله المرة قتلت جوزها عرفناها بس ال 41 حمار مين؟ 41 حمار ضحية مرة قتلت جوزها. 41 حمار ضحية مرة قتلت جوزها. جرايد